تنزيلات يا عمي، يا باب الله يا باب الكريم، يلا على التنزيلات يا عمي، على التنزيلات. السلام عليكم. أهلين يا عمي، عليكم السلام. ايه بدي ابيع طنجرة ضغط. بيعني طنجرة ضغط؟ قديش بدك فيها يا حبيبي هذه؟ انت قديش بتاخذها هاي؟ شو قديش بياخذها؟ شو يعني؟ أكثر من 10 شيكل بتجيب يا شادي. أوف والله قليل. ما بينفعش 30. شو 30؟ 10 فيش غيرهم، يا يا لا. بينفع 20. يا أخي أنا أكثر من 10 بدفع 11 مش دافع، 10 يا بتقول لي آه يا بتقول لي لا، البيع والشراء يفتح الله يسهل الله، شو بدك يا عمي؟ يلا أنا عندي شغل سلكني. خلص هيك. بعتي 10؟ طيب. خليني بس أشوفها طول بالك، نعرفكم. هاي الصفارة موجودة. طيب بدي 10. ولا ولا هاي الافلام انا ما بتعديش علي. من سرقها الطنجرة هذه؟ سرقها والله يا عمي. من وين جايب الطنجرة بقول؟ سرقها والله يا عمي. من اي دار ولا من اي جار سرقها؟ سرقها يا عمي. بقول لك احكي صاحبي مين سرقها؟ سرقها. سرقها؟ اه. على كل حال انا بعرف اخليك تعرف تحكي من سرقها. الشرطة. الشرطة لا 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 على الشرطة. خلاص انا بقول لك يا عمي. مين سرقها يا عمي؟ هي امي اعطتني اياها عشان ابيعها اشتري فيها خبز ودواء لامي. امك اعطتك اياها يعني تبيعها؟ اه. عشان تشتري دواء وخبز؟ اه. يعني انت ما كنتش وصلت تشتري دواء وخبز؟ اه والله. وين ابوك يا عمي انت؟ الله يرحمه. طيب يا عمي. خد يا عمي. خد يا عمي هذه 100 شيكل يا عمي. واشتري دواء خبز. ليه؟ اخذها يا عمي. عن جد الله يسلم عليك يا عمي، الله يكثر خيرك. حياك الله يا ان شاء الله راح تغير واجيب لك غير. لا يا حبيبي الله يرضى عليك، الله يجبر بخاطرك، بديش اجيب لك غيرها. خذ يا عمي الطنجره معك، وشو بدك يا عمي اذا بخص عليك اي شيء يا عمي؟ هانا هون يا عمي ببسط. ما اجمل ان ننفق مالا لمعونه اهل الاسلام، فنعين مريضا في سقم تغزوه جيوش الالام. أجمل أن ننفق مالا لمعونة أهل الإسلام، فنعين مريضا في سقم تغزوه جيوش الآلام. روح يا عم. بالفعل الله يكون بعون الناس. يا ما في ناس زيه هالولد هذا، الله يكون بالعون. على التنزيلات يا عمي.